السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة فيديو جديد، هعمل طريقة السمبوسة باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وبتطلع النتيجة ولا أروع من كده، بتطلع كده ناشفة من بره وطرية من جوه وطعمها حلو قوي، هيعجبكم قوي الطريقة، وسهلة وبسيطة خالص لأي حد مبتدئ مش عارف يعمل ازاي. يلا بسم الله كده نبتدي ونشوف هنعمل ايه الاول، مش هتاخد مننا وقت خالص، وطعمها طبعا جميل جدا، وطبعا لها حشوات كتيرة، اكتر من حشوة للسمبوسة بانواع كتيرة. اول مرة هعملها معاكو باللحمة المفرومة، لكن هنعمل طبعا حشوات كتير بعد كده. يلا بينا ندخل على الفيديو على طول ونشوف هنعمل ايه. واول حاجة زي ما احنا شايفين كده، نزلت كده بمعلقة صغيرة من الزبدة نشوح اللحمة المفرومة. تشويح اللحمة طبعا المفرومة سهلة قوي. هنزل باللحمة. في ناس طبعا بتشوح البصل الاول وبعدين اللحمة، انا بنزل باللحمة الاول اشوحها. كده لما لون اللحمة اغير معايا، هنزل كده بشوية ملح مش كتار، وانزل كمان بالفلفل الاسود. وعندي بصلاية مفرومة، هنزل بالبصلاية المفرومة. كمان عندي فلفل اخضر. بس كده اللحمة المفرومة الحشو بتاعنا خلص معايا. هسيبه بقى يبرد دلوقتي علشان احشي بيه السمبوسة. وزي ما احنا شايفين يا جماعة، عصقت اللحمة المفرومة اهي، سهلة وبسيطة خالص. بعد كده اول حاجة هعملها ان انا هعمل عندي معلقتين من الدقيق وعليهم معلقتين من المية. المعجون ده هعمله علشان نلزق بيه السمبوسة عشان ما تفكش منك في الزيت. كمان معلقة، دي احسن طريقة تعمليها علشان السمبوسة ما تفكش منك في الزيت. دقيق ومية بس. وعندي طبعا عجينة السمبوسة بتجيبيها جاهزة من اي سوبر ماركت، بتنعميها كده متخليش فيها حاجة كلاكيع كده. تمام، بقت كويسة اهي بس. وبعد كده بقى اشتغل بقى بعجينة السمبوسة اهي قدامنا اهي، تشتريها من اي سوبر ماركت. بعد كده بتحشيها اهي بطريقة سهلة وبسيطة اهي، ممكن تضيفي جبنة لو انت عايزة جبنة بس، وبتظبطي ايدك كده وبتلفي تاني اهو، وبتبدأي تلزقي بقى كده بالشكل ده كده كده. بقت معاكي سمبوسة اهي، شكلها جميل اهي، مش هتفك منك خالص في الزيت. هعمل معاك كمان كذا واحدة. تاني اهو الورقة معايا،
بعمل كده تاني مثلث مثلث، تبدأي تحشي بقى. عايزه تضيفي بقى جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، زي ما انت عايزه اي نوع جبنه. ممكن تعملي السمبوسه بالجبنه او بالفراخ زي ما تحبي اهو. خلي بالك علشان ورق السمبوسه بيبقى لازق في بعضه، لازم تفكيه من بعضه اهو. ترجعي تعمليها كده، تظبطي مثلث بس وتلزقي. الطريقه دي سهله وبسيطه خالص اهي. ولو في مكان فاضي لفي تاني كده اهي، لزقت عمرها ما هتفك منك خالص اهي. عملت كذا واحدة اهو، اعمل كمان واحدة معاكو برضو تاني اهو. الورقة معاك اهي، تعمليها تبدأي تعمليها مثلث اهي بسرعة بقى. نبدأ نسرع اهو، في ثواني هتكوني عاملاها. اسرع اكلة ممكن تعمليها. وابدأ احشيها. الحشو بقى ده ممكن تحشي كذا حاجة. اهو ونبدأ بقى ايه، نلزق. بقت معاكي سمبوسة. زي ما احنا شايفين برضو هكرر معاكو تاني عشان ايه. بصوا اهو، زي ما احنا شايفين كده اهي، فايد اي اطراف، لزقي ما تخافيش اهو. هكمل بقى انا كل الكمية اللي معايا اهو، هكمل انا بقى كل الكمية اهو. بصوا يا جماعة، بصوا في ثواني، بصوا اهو اهو، خلاص خلصت. وزي ما احنا شايفين كده يا جماعة، انا خلصت كل الكمية دي، ما خدتش مني ربع ساعة اهي. زي ما احنا شايفين كده بطريقة سهلة وبسيطة خالص، واي حد مبتدئ بيقدر يعملها بسهولة. بس جربي الطريقة بتاعتي هتعجبك قوي، والسمبوسة شايفين ماسكة نفسها، مش هتفك خالص منك في الزيت. هحمرها بقى في الزيت. بس في برضو نقطة عايزة اقولها لأي حد مبتدئ، لو مش انتي هتحمريها دلوقتي، غطيها غطيها بحاجة علشان ايه ما تنشفش منك. شايفين هي طرية اهي، لو انتي سبتيها في الهواء، لو سبتيها في الهواء فترة هتنشف وهتفك منك اكنك ما عملتيش حاجة. فلازم تغطيها لو انتي مش هتحمريها دلوقتي. لو انتي مجهزاها وهتحمريها كمان شوية غطيها. فانا دلوقتي هقوم احمرها، ولما احمرها اوريها لكم. وزي ما احنا شايفين كده يا جماعة، دي النتيجة النهائية للسمبوسة، ناشفة من برة. سامعين الصوت اهو، ناشفة من برة وطرية من جوه. هقطع لكم واحدة جميلة، طعمها حلو. طرية من جوه اهي، وناشفة خالص من برة. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة.